استريح استريح طالعك استريح الله. ايه السلام عليكم. سلام الله. دقيقه بس تسمع لي اخلص المكالمه الله هيك. عندي واحد بخلص الحين بكلمك. الله يحفظك. هلا وسهلا. هلا سم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندكم وظيفه؟ سم عندكم وظيفه؟ قدمت اونلاين. والله للأمانة مشكلة يعني الكتاب لك عليه. والله التقديم عندنا أونلاين الآن، نختار من الأونلاين نشوف. أنا أدري بس معي مكالمة. في شيء ثاني الله يحييك؟ بس يعني يا ليت إن أنا لقيت اللي البنت اللي جالسة الموظفة هذه أنت دخلتوها من دون ما تقدم أونلاين. السي في حقها كويس. يعني السي في وش يعني؟ لا ونعم فيك بس انت ما قدمت اونلاين. فهي مقدمه اونلاين ومكلمينها من زمان. احنا انت توك جاي وجاي وما قدمت اونلاين. احنا بنقفل خلاص يومين ثلاثه بنقفل. معي السيره والسلوك. من هو معك؟ معي ملفي جاهز السيره والسلوك. ما عاد في ملفات الحين الله يحفظ. كل شيء اونلاين. اي ملف تتكلم عنه ملفك لا يكون الاخضر. نعم الاخضر. هذا انتهى زمان الله يحفظ. قدم اونلاين وشوف لك ان شاء الله خير. شيء ثاني تبيه الله يحفظك؟ ليش الحياة دايم ما في يعني شوي تتجاوب معي؟ ليش اسلوبك كذا؟ انا كيف اتجاوب معك وانت اصلا ما قدمت اونلاين؟ انا عملي كله على اونلاين. انت رجل جاني بملف اخضر انا وانا وديك من اي حقبة زمنية انت جايني؟ انا في واحد اعرف عندكم في الشركة ايه قدم بدون سي في ومدخلينها انتم على طول الوظيفة على طول مو بحرام. قصدك ان الشركة هذه فيها فساد؟ ما تكلمت. لا هذا اللي واضح اللي على راسه بطحت حصص عليها. بيني وبينك القانون استاذ الكريم. اسم الكريم لو سمحت. سعود محمد القحطاني. ونعم انت بمدرج؟ نعم. موافقين طال عمرك وانت رئيس مجلس الإدارة. هاي الله يمين ارحب. يا الأوبرا لا يا سعود انباقت الشركة